انا هون حابه قدر كبير من التفاعل. مين عنده معلومات ومين عنده تمييز ربما؟ شو يعني ضوابط اخلاقيه اصلا وشو يعني معايير مهنيه؟ يعني هل في اختلاف بين هاي الكلمتين كمصطلحين كنحن كصحفيين؟ لازم ناخذ انه في ضوابط اخلاقيه لازم نهتم فيها وفي معايير مهنيه لازم ننتبه لها. مين بيقدر يميز شو يعني الضوابط الاخلاقيه وشو يعني المعايير المهنيه؟ طيب هذا سؤال بشو فكروا فيه. في عندنا سؤال ثاني كمان مهم وانا حابه اعرف رايكم فيه. كيف بنقدر نكتشف مدى التزام الوسائل الاعلاميه بهي المعايير والضوابط؟ هل يا ترى بوقت الازمات؟ بوقت حل؟ بوقت شيء صار مشكله؟ ام بوقت الاستقرار والسلم؟ طيب هلا رح نبلش. انا ما بعرف، حابه من الجميع يحكي وجهه نظره او حسب ما له فهمان او ربما حسب تجربته شو يعني كصحفي اشتغل بهالوسائل او حتى بالمنظمات، شو يعني ضوابط اخلاقيه لازم ياخذها بعين الاعتبار وشو يعني معايير مهنيه كمان لازم ينتبه لها. نبلش بمين؟ اي حدا عنده نبلش بالاستاذ احمد. برايي اهم الضوابط المهنية أول شيء يكون عنده صحة تأكد تام من المعلومات، يعني ما ينشر أي معلومات هي ممكن تكون يعني صحيحة أو غير صحيحة، يمكن يكون تلف صحة معلومات وتكون موثقة. يعني كثير نحن مثلا بيجينا معلومات يعني هي شبه مؤكدة شعبيا ويمكن الكل تعرض لهذا الشيء عن قادة فصائل عن ممارسات سلطات أمنية ما نحسن ننشرها لأن ما هي موثقة، هي كلام وكلام قد يكون صحيح بنسبة كبيرة لكن أنت اليوم نشرها بتتساءل. وما شاء الله يعني الفصائل عنا يعني صاروا يعني بهذا الموضوع واعيين، فصار مجرد ما حدا ينشر معلومه ما عنده توثيق يرفعوا له دعوه قضائيه ويجروا على السجن. يعني هي بحبوا يتصرفوا بشكل جيد، اما الثاني ممكن انه يعني يجروا على السجن فورا. ما في مزح. الشيء الاخلاقي يعني رايي انه عدم نشر اي معلومات ممكن تسبب ازمات اجتماعيه. لو كانت معلومات مهمة. انا ما ممكن مثلا انشر معلومات معينه مثال عن خلينا نقول ازمه او مشكله اجتماعيه شكل عرقي بين مثلا بعفرين اليوم بين الاكراد والعرب. برايي اذا كتم عليك معلومات هو امل للسلم الاجتماعي لازم ما تنتشر معلومات. فما دائما هو المعلومه او السبق الصحفي او شو اسمه يعني انه واحد يكون عنده معلومات اكثر هي يعني لازم تنتشر. طيب المعيار المهني انت عم حكيت تقريبا ضابط اخلاقي وهذا انه نتاكد من صحه المعلومه بدايه او حتى نجنب صرح بعض القضايا اللي ضمن تكون فيها يعني حس عرقي او ذات ابعاد مختلفه سبب مشاكل اجتماعيه. طيب المعايير المهنيه ربما تكون مختلفه ولا تندمج؟ المعيار الاول انا ذكرته مهني لا اتاكد من صحه المعلومات صح او خلاف الوثائق. المعيار الثاني هو اخلاقي. مين كمان ممكن يوزع؟ هلا باعتقادي ان المعايير المهنيه من اسمها معايير مهنيه اي ترتبط بالمهنه كمهنه صحفيه، مهنه العمل الصحفي، فالمعايير التي تنظم هذا العمل يسمى معايير مهنيه، اما الضوابط الاخلاقيه فهي ما يمكن وجهها الى الاخلاق، الاخلاق بصورتها العامه المعروفه المجتمعيه. كمان في نقطه بس كان حكاها الزميل لما قال احنا نتكتم عن معلومه، المساله مو انه احنا نتكتم عن معلومه، احنا كاعلام لازم نورد المعلومه ولكن لازم ما نجير هاي المعلومه لتكون هي عباره عن معلومه احنا نورد انه فلان العربي او فلان التركي، لا فلان عمل كذا. ما كان رائده لهذا العمل انه هو يكتب العرق او دين. احنا هون دورنا كاعلام. المشاكل ذات الطابع العرقي، يعني هي سبب عرقي. تمام. يعني عمل هالشيء يعني بكل وضوح لان في مشكله عرقيه. يعني ما لها سبب اخر. بس احنا ما هون انا رايي انه عدم نشرها ما راح نكتم عليها، احنا راح نوردها بشكل حيادي بشكل انه قدر الامكان ما يصير نعرة او ما يصير اي نعرات طائفيه او عرقيه، ولكن انه مساله انه انا كاعلام ممكن اتكتم على شيء صار او معلومه صارت، هذا انا شايف انه مو صحيح، لانه احنا دورنا اساسا هو المعلومات. نعم. وليس دورنا اخفاء. نعم.
طيب بحد ذاته على فكره هي اصلا نقطه جدليه يعني بين طريقه الصياغه واصل الخبر. تمام. يعني هو الخبر واحد لكن كل وسيله بتتناوله بسياسة التحريرية، فانت بتنظر لنفس الخبر بعده اوجه تبع للسياسه التحريريه للوسيله اللي انت عم تتابعها، رغم انه الخبر واحد فلان قتل فلان او جريمه فلانيه، لكن كل جهه بتعطيك وجهه نظره بتخليك تشوف الجريمه من جهه معينه. السياسه التحريريه التابعه او الاجنده اللي بتتبناها. فهون الضوابط الاخلاقيه ما بتعني الصحفي كشخص، انما كسياسه الوسيله اللي بينتمي لها. ساعتها اذا اجى عم يشتغل خبر وشاف انه سياسه الوسيله لا تتطابق مع معاييره الاخلاقيه الذاتيه كصحفي، فيه اما ينسحب او يعتذر عن الماده اللي عم يشتغلها. ما بعرف انا هيك برايي. نعم، وجهه نظر كمان. تفضلي. بتوقع انا يعني كمعايير تحريريه بعتقد انه لازم تكون مشتركه بين كل وسائل الاعلام بين الصحفيين. يعني خلونا نطيب تراوح الصحفيين الاصداقيه، نقول معايير تحريريه، ممكن نقول يعني معايير تحريريه تابعه للسياسه وسياسه الوسيله، ونركز على الضوابط الاخلاقيه التابعه لل مثلا الشيء الشخصي الشخصيه. هي بتتعلق بكل يعني سياسه كل مؤسسه او كل وسيله اعلاميه. نعم. بس المعايير المهنيه ممكن تكون هي معايير عامه بتتم وضعها مثل ميثاق الشرف لما بيكون في مدونه سلوكيه، اكيد المفروض وسائل الاعلام كلها تلتزم فيها، المتعارف عليها يعني كلياتنا بنعرفها. بس الاخلاقيه هي بتعتمد على بين يعني بين كل وسيله ووسيله بيكون في ضوابط معينه هي موجوده ضمن النظام الداخلي. نعم، سلم اولويات. معلش يعني أنا بدي أشير لمسألة، مسألة الضوابط المهنية ما لها علاقة بالسياسة التحريرية. السياسة التحريرية تتبع المصلحة، مصلحة كل وسيلة إعلام، توجهها السياسي، الجهات الداعمة إلى، بينما الضوابط المهنية لها علاقة شيء بعلم الإعلام، بمسائل أكاديمية. يعني مثلاً المهنية تقول لما واحد صحفي بده يكتب على نفس الحادثة حادثة واحدة، لما يرويها بطريقة تقرير صحفي بلغة شكل، ولما بده يكتب عنها كمقال رأي له بلغة أخرى. بالتقرير الصحفي بده يكون موضوعي 100% أو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يختار العبارات والألفاظ اللي تتحاشى مسائل العواطف أو التجيش أو التدخل الشخصي أو إلى آخره. بينما المجال متاح في لما يكتب مقال رأي إن يكتب رأيه الشخصي أو تحليله أو استنتاجاته. فهذا التمييز بين الضوابط المهنية ومسألة السياسات التحريرية. بالنسبة للضوابط الأخلاقية أيضا منصوص عليها بعلم الإعلام، يعني الأكاديميين الإعلاميين اللي بيدرسوا بيشوفوا إن الضوابط الأخلاقية هو عدم اختراق خصوصيات الآخرين. انت مهما كانت حجم الجريمه، احيانا نقرا عن جرائم مروعه، ولكن يصر الصحفي المهني ما يكتب الاسم الصريح، يكتب قاف، وخاصه اذا التحقيق ما استكمل مجرياته، القضيه كانت ضمن ملابسات. حلو كثير الاجابه، بتصير فيها شق. هلا حنشوف من الشيء الشعومي اللي كان داخله. انا بدي احكي عن الضوابط الاخلاقيه، الضوابط الاخلاقيه انا من بس حركز على نقطه، عفوا بعد اسمك، انه نحن هون حابين نستطلع الاراء، ما بنصوت ولا بنقول انه هذا رايه غلط هذا رايه، بس نحن بدنا نتنور اكثر، هيك نوسع افاق تفكيرنا. هي شغله. الشغله الثانيه انه اصلا المدارس الاعلام غير متفقه غير متفقه غير بجوز تسمي الضوابط الاخلاقيه هون، مع انه مثلا نحن هون فهمناها لا معايير مهنيه ربما، يعني تخيلوا لهذا الحد من التداخل. فتفضل. انا انطلب مني فتره عن التقرير عن قضيه الموز. أنا يعني موجود مع الأراضي التركية، شفت إنه طبعاً بتحفظ على اسم ذكر الوكالة بشتغل معه، طلبوا مني أكتب تقرير مماثل للحكومة التركية. تمام. أنا أخلاقياً امتنع. تمام. ولكن مهنياً أنا شفت، مع الأسف يعني شفنا كلياتنا إنه كان في ضغوطات مارستها الحكومة التركية على الإعلام السوري عشان تكتيم الأخوان، وشفنا كثير رحالة سوريين بهذا المقصود. فهون نحن كمان عم نكون متكبلين إنه مع يعني بتحس انه اصلا يعني المعايير مهنية ما لازم ارتاح، اما اخلاقيا بنتنا عنها اخلاقيا او قانونيا مرتبطات ببعض تقريبا. نعم. لان كمان الجهه اللي حكى عليها بالبدايه جهه عم تشتغل معها او سياسه التحرير لها دور كثير كبير
توجيه طبعا. معاناة طبعا. في مظاهر وفي محطة. نعم نعم اتفق معك بهذا الشق. في حدا عنده مداخلات لأن يجب ما يحرك كثير تداخل. أنا ماني نهل الصحافة من دراسة يعني شغلي فقط إعلان ثوري، لكن اختلاطي بالصحفيين والعمل معهم لما بدي يعني بدي أدخل بهذا المجال لازم أنتقي. أنا يعني خارج هذا المجال لما بدي أنتقي بدي أمشي الموضوعية. يعني لما بدي أشتغل مع ناس معينين بدي أشوف في كتابتهم هل هناك موضوعية للحدث. يعني الكل صار إعلامي والكل صار صحفي. المعايير المهنية حتى هذا صاحب مهنة فهو موضوعي لما يكون المواضيع اللي يتطرق لها هي موضوعية فأعتبره أنا صاحب مهنة. لما تكون المعلومات اللي أنهلها منه دقيقة غير مشوشة نعم لا المهنية أنا غير الأخلاقية. الأخلاقية هي أخلاقية الصحفي الصحفي والغير صحفي بده يكون صادق. الصحفي بده يكون صادق بشكل أكبر. إذا كان إنسان مهني راح يتجه على الصحافة حسب سياسة التحرير بتوافق الرأي تبع. ما هي كمان يعني أنا كمتلقي لما بدي معلومة معينة أعرف إنه هذه القناة توجهها لكذا حزب فأنا واثقة كمتلقي إنه هاي القناة راح تعطيني للحزب المضاد معلومة غير دقيقة. صارت كمتلقية حفظناها يعني كشاع حفظتها للأسف. يعني أنا طبعاً مو فقط سوريا ولا كثورة إحنا حتى باقي البلدان العربية لما أنت العربية مع الأوروبية نفس الشيء أعرف وين التوجه ما أخذ المعلومة ولا تخصه ولا المضاد له. أنه ما راح تكون معلومة للأسف ما راح تكون صحيحة منقوص راح يكون في شيء جانب منقوص أو مثل ما قلتي ربما يكون محرف يعني ما له دقيق ما له مستوفي الموضوعية. تماماً تماماً. يعني أنا دائماً يهمني أنه أشوف هذا الموضوع فيها موضوعية وفيها دقة ما فيها أعتبر هذا نعم هذا صحفي. نعم دخلت كثير أنت فعلا بأهم الضوابط. تفضل أستاذ رسوم. أنا بشوف اليوم يعني المعايير المهنية لا تنفصل أبدا عن الضوابط الأخلاقية. يعني كل ما زادت مهنية الصحفي هو كان أكثر انضباطا بالمعايير الأخلاقية وبيقدم مواد أكثر مصداقية وأكثر موضوعية. تمام. وطبعا احنا كإعلاميين يعني المفترض تكون معايير او الضوابط اللي عنا عالية جدا ومستقات اصلا من ممارستنا كمهنة. هلا انا سؤالي اللي هون فعلا هو بيخطر لي يعني اليوم هلا ما في حدا عنده اختلاف بعتقد على امر اخلاقي يعني او ضوابط الاخلاقية كلياتنا بنعرف شو هي. طبعا ما شاء الله هم كلياتهم قامات يعني ولكن انه اليوم احنا لما بنقع بمكان انه فاضل تمام. يعني أنا اليوم كفرضا يعني مصور صحفي أنا عم غطي حدث ما وهذا الحدث هلأ يجوز كمعايير مهنية وأخلاقية ما في إشكالية كتير ولكن بيرجع الموضوع إلي أنا. يعني أنا ممكن اليوم طل ماسك الكاميرا وفي شخص قدامي بحاجة لإسعاف مثلا وقول إنه أوكي في غيري عم يسعف مثلا إنه أنا ما بدي أقرب. هاي المواضيع بترجع للتقدير الشخصي طبع الصحفي وقديش هو يعني هلا بنشوف كتير احيانا خاصة على بالسوشيال ميديا بنشوف التعليقات انه بيجي واحد بيقول يا الله انت عم بتصور يعني عرفت علي شلون الصحفي عم بيصور والزلمة يعني عم بيموت فرضا قدامه او هيك وما يقدم يد المساعدة. هلا لابد انه الشخص العادي هو ما انه مقدر الوضع يعني زاوية التصوير بتلعب دور مين عم بيقدم المساعدة هل فعلا هو كصحفي قادر على التدخل وتقديم المساعدة تمام. يعني هلا ممكن احيانا تكون يعني بنشوف ممكن تكون في حالات الحرب مثلا في قذائف ممكن تنفجر بعد شوي فكل هذا الموضوع بيعود للتقدير تبع الصحفي يلي بعتقد شوي المشاهد او المتلقي لهي بيكون عنده انه خلينا نقول شويه سخط او شويه نقد غير موضوعي للصحفي بهذا الموضوع. فانا مشان هيك دائما بقول المعايير المهنية وضوابط الأخلاقية هن ما لهم مفصلين أبدا مع بعض. كل ما زادت مهنيتنا هذا دليل أنه لحنا منضبطين أخلاقيا كصحفيين بهي المعايير تمام. ولكن في بعض الأحداث
لابد انه الموضوع بيرجع لتقدير الصحفي الشخصي. مثل مثال بدي اذكر فيه، بتتذكروا لما طلعوا اهالي نبل وزهراء وصار في تفجير اعتقد وقتها بالباصات اللي طلعوا فيها؟ نعم طبعا. فكانوا الشباب من الثوره اللي كانوا عم يغطوا الحدث اعلاميا كانوا عم يركضوا ويشيلوا عالم ويسعفوا. نعم. رغم لو يعني مثلا حدا يعني ما شال الموضوع اخلاقيا او انسانيا بغض النظر عن اي شيء ثاني كان قال ايه هذول مؤيدين للنظام انا ما بقرب عليهم. بالضبط. مع ذلك نحن شفناهم عم يرقدوا ويسعفوا العالم وما طلعوا على ناحية مؤيد ولا معارض، إنهم بشر، نحن وياهم بشر وبدنا نروح نساعدهم. هذا رجع للناحية الأخلاقية أكثر من مهنية وأكثر من أي شيء ثاني. نعم. حقيقة بالفعل كثير في دراسات بتشكركم على هالآراء. في حدا من الشباب حابب يعطيكم يعني؟ تمام. هلا بس أنا كان بصراحة تفضل أستاذ منى، في شغلة لازم. تمام. في موضوع أحيانا الصحفي نفسه لما بيكون بالحدث وبصير الحدث بشكل مفاجئ ما بحس حاله شو عم بسوي. هلا مثلا انا احد الاشخاص مره الساعه 6 الصبح صار في غلط جوي بمنزل جاري، فانا لا اراديا اخذت الكاميرا وطلعت، انا ماني معي انا حالي، طلعت يعني مثلا اخذت شويه لقطات ورجعت نمت. بعدين بعد ساعه ساعتين حسيت انه لما وصلت انا كان في كثير ناس كان بتعمل موجود، فهي المرحله يعني اللحظات هي انا ما حسيت فيها، ما كان في وعي لانه كان في صدمه بالوقت هذا. حتى نفس الموضوع احد الزملاء من الغوطه الشرقيه من يومين كنت قاعد معه بحكي لي انا اكثر موقف سالته شو اكثر موقف اثر عليك انت كنت صحفي، قال لي انا كنت مصور لفرق اسعار، فاحد المرات كنا داخلين بمكان فاجى الضرب بلحظه التصوير بعد ما اخذنا المكان، فاجى الضرب الثاني فتصور معنا الناس. بهذيك اللحظة أنا ما حسيت إن أنا أصور ولا ما أصور، مباشرة شفت الجريح ومشيت، فالكاميرا هي عم تسجلها تصور كذا، بعدين لحقت وعيت إنه أنا تركت التصوير وأسعفت الجريح، وبالمقابل أحيانا بجوز بس أنت على مكان تلاقى الشخص اللي بدك تسكره أنت ما في فائدة من إسعافه أو أنت ما عندك القدرة أو الوعي، مثلا أنا بجوز شخص عنده بتر عنده كذا، أنا أزيد بهالعملية، في ناس مختصة في فرق إسعاف مختصة بتساعده أكثر منك قدرة المساعدة، احتمال وجوده في الأرض تمام يكون مسكر النزيف عنده ما في عنده نزيف زائد، انا حارقه بصنع النزيف النزيف سبب له اذى. فهي الموضوع يعني كل واحد يعني حسب الموقف بالاخير الصدمه هي اللي بتلعب الدور، خاصه بوقت الازمات والقصف والامور الطارئه، فانت ما بتسيطر على حالك، فانت يعني شخص بس يسيطر على نفسه بهي المواقف، فلا لا يثم الصحفي بهي الامور، ولانه هو بيكون ارادي يعني ما بيقدر يتحكم بنفسه. هي المشكلة الأساسية إنه نحن كإعلاميين دائما بيغرينا إنه نحن أول ناس نبث الخبر، بنحس إنه مكسب إلنا كوسيلة إعلامية كسبق صحفي، ولكن بتخيل هلا أدوارنا شوي المفترض تكون مختلفة يعني. هلا في نقطة في شيء أهم مهند حكى بالسؤال اللي أنا أصلا كنت بدي فعلا حابة آخذ رأيكم فيه، يلي هو إنه نحن هاي المعايير والضوابط أصلا يلي نحن عم نحكي عنها مهنية ولا أخلاقية، وين بتظهر أكثر بوقت الأزمة ولا بوقت الاستقرار؟ يعني التزامنا بهي المعايير يا ترى بتظهر بوقت الأزمات ولا بوقت الاستقرار؟ بالعكس إنه ناس أكثر وعي أكثر ربما رزانة، عندي هدوء، عندي بقدر فاضل 100% ضوابطي اضبط أصلا المبادئ والمعايير المهنية أو حتى الأخلاقية. من وجهة نظركم شو؟ أنا حابة نعرف يعني ولو هيك ربما يمكن رأيين أو ثلاثة عن هذا الموضوع. أعتقد دائما المحك الأساسي لمصداقية الالتزام بهذه الضوابط هو الأزمات ووقت الاستقرار. يعني مثلا ولو نلجأ لبعض الأحداث ذات التأثير الأشمل والأعم، ونحن ما دائما نقيس على بلداننا بصراحة، يعني أي قضية نحن بنحكي فيها خلينا ننسى وضع سوريا مو التقليل من شأن ما يجري، ولكن الأنظمة العربية لا يقاس عليها بصراحة، لأن هي ما هي دول، هي كيانات أقل من دول. هلا سنة 96 الرئيس الأمريكي بيل كلينتون شن حرب على العراق سماها ثعلب الصحراء، وكان في هناك مناهضة بالشارع الأمريكي لهذه الحرب.
ما بده الحرب وفي تقليب للرأي العام عليه. قامت إحدى الصحف سربت قضية فضيحة جنسية للرئيس بيل كلينتون مع سيدة متدربة في البيت الأبيض اسمها مونيكا. هذه صحيفة مجرد ما سربت هذا الخبر اشتعل مثل النار بالهشيم. ونسي الأمريكان نسي موضوع الحرب تماما إلى آخره. علما أن الرئيس كلينتون ادعى على هذه الصحيفة ولكن الدعوة ما جابت نتيجة. وما روعي إطلاقا لا من جانب المحكمة اللي قيمة الدعوة فيها ولا من جانب الحكومة إن هذه المسألة فيها يعني نوع من المعايير الأخلاقية أو الضوابط. ما بيجوز صحيفة لأن الصور اللي انتشرت صور خادشة للأخلاق ومع رئيس دولة وإحدى المتدربات ما روعيت هذه المسألة أبدا. هذا أكبر فضيحة. يعني هذه الضوابط في الأزمات يعني قابلة لل ولكنها موجودة. أنا بعتقد إنه المعايير المهنية لازم صح يلتزم فيها بجميع الأوقات سواء كان أوقات السلم أو أوقات الحرب. أما بالنسبة للضوابط الأخلاقية أعتقد إنه فيها نوع من اللبس كون تقدير الموقف هو بحط الصحفي أحيانا بموقف إنه غير وعد ما حكى الأستاذ مهند من شوي. بقى المعايير المهنية لازم يلتزم فيها بجميع الأوقات كونها مرتبطة بعلم الصحافي أو أسس الصحافة. أما بالنسبة للضوابط الأخلاقية فيها نوع من الجدل حول الالتزام فيها بأوقات السلم وأوقات الحرب. نعم، وجهة نظر كمان أخرى. هلا أنا بنضم للرأي اللي بيقول إنه طبعاً رح تظهر الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية بوقت الحرب أكثر. دائماً الأزمات هي اللي بتكون هي المحك الأساسي. يمكن المثال تبع قناة الجزيرة وقناة العربية وقت اللي صار الأزمة الخليجية بيّن هذا الشيء كثير فاقع. ولكن ممكن أنه يكون اقتراب أيضاً هناك للمعايير المهنية. يعني شفنا في كثير قصص مثلاً جريمة الحرم اللي صارت من فترة بعيدة الجزيرة فتحتها بسبب الحرب هاي، فهي اقتربت شوي للمعايير المهنية إنه في عن في حدث لازم تغطي. وطبعاً جاءت المجريات إنه هي لأني ضد السعودية، فكان في كشف للمعلومات، حرية الوصول للمعلومات، بالرغم من إنه طبعاً شفنا إنه ما كان في كثير التزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. نعم نعم، ما شاء الله مداخلات رائعة للغاية وفعلاً كثير، يعني ما في حدا